الخبير الزراعي الأستاذ حماد الزعابي، صباح الخير عليك. صباح النور والسرور ومرحبا فيكم في مشتل سارة الزراعي. يعطيك العافية. بداية أستاذ حماد، ما شاء الله المشتل ضخم جدا ومليء بالنباتات المختلفة، وكمان هو المشتل زي ما ذكرنا أنه هو متخصص في الأسمدة العضوية، بس لاحظنا لشيء أنه في المشتل في عدد من المظلات أو عدد من الطرق المختلفة للحفاظ على درجة الحرارة، فشو أبرز الطرق اللي أنت ابتكرتها في المشتل عندك؟ عندنا غرفة الاستدامة، عملنا السقف بشكل مدور، استخدمنا الجبس، استخدمنا النباتات في تغطيتها، وفي فتحات من الأسفل عشان موضوع التهوية تكون مبنية من الشمال إلى الجنوب، لأن الشمس تشرق من الشرق إلى الغرب، فبذلك ما تكون يكون التركيز عالي على الغرفة بشكل كامل، يكون على جزء منها وجزء منها بارد. فلو تلاحظ اليوم الغرفة اللي موجودة قدامنا هني أبرد عن الأجواء اللي برا. صحيح. السر شو؟ المواد المصنوعة المبنية منها ولا هي مثل ما قلت لك استخدام النباتات لتغطيتها. نعم. ثاني شيء الجدران من الجبس، السقف المدور. نعم. التهوية، الفتحات اللي في الأسفل، هذه العوامل كلها تساعد أنها تبرد الغرفة بشكل أفضل بدون إهدار للطاقة واستخدام أشياء للتبريد. صحيح. إذا لاحظنا حاليا البناء التقليدي القديم كان بنفس الطريقة هذه، أما حاليا أغلبية البنيان بنيان مسطح. نعم. البنيان قديما كان أفضل، هو البنيان القبب. نعم. وبيكون أبرد، لكن الحين البنيان المسطح تكون الشمس مركزة عليه بشكل كامل، وهني ترفع من درجة الحرارة. نعم. عرفنا الآن أستاذ حميد غرفة الاستدامة شو مكوناتها وكيف بتتم عملية بناها، فحابين نعرف معك شو الفرق بين المظلات الخضراء والمظلات الأخرى. المظلات الأخرى طال عمرك بتكون يا أما بتستخدم الألمنيوم أو الحديد أو البلاستيك. نعم. وفي نفس الوقت تكون الأجواء تحتها حارة، هي تركز الحرارة يعني أكثر، مع أن في ظل وغيره لكن فيها حرارة. قمنا استحدثنا إحنا، حطينا هذا الشبك وحطينا اللي هي النباتات الخضراء هذه المتسلقة، فعملنا غطاء نباتي عليها، أعطانا برودة وصديق للبيئة وأبرد عن المظلات الثانية اللي تستخدم فيها المواد الثانية. فالطيور تبني عشاش شافية وتعطيك ظل ومنظر جمالي أفضل. نعم. إذا تحدثنا أكثر شيء بالنسبة للزراعة أستاذ حميد، يعني هل في اختلاف من إن أنا أعمل مظلة خضراء ومظلة عادية خاصة للنباتات وكذا؟ مثل ما خبرتك المظلات هذه أفضل بكثير لما إحنا نغطيها بالنباتات الخضراء، تعطينا أجواء أبرد. كون أنك أنت اليوم ترتفع درجة الحرارة إلى 45 وإلى 50، فيسبب إجهاد للنباتات وللأشياء هذه. في نفس الوقت عندك لما نغطيها بالنباتات الخضراء تكون أبرد، بس تكون أبرد مثلا لو كان فيه تحتيها مثلا يعني زريبة حيوانات أو سيارات أو يعني قاعدة، بتكون جيدة لها. أما لنمو النباتات أنت تضطر تحط التور الأخضر عشان نسبة الإضاءة ما تقل على الأماكن هذه. نعم. إذا الآن أحد السادة المشاهدين أستاذ حميد حابب أنه يجرب التجربة هذه ويقوم بعمل مظلة خضراء، شو أول خطوة مفترض يعملها وشو أفضل أنواع النباتات اللي لازم تكون معها؟ الموضوع جدا سهل وتكلفته أقل من المظلات الثانية. كونك أنت تحط مجرد البيبات وتغطيها بالشبك، وبعدين نستخدم إحنا اللي هي النبات المتسلق هذا، إحنا نسميه الحباية. نعم. له زهرة بنفسجية، وهذا نبات يستحمل الملوحة، الحرارة، قلة الماء. هو أفضل الأنواع في النباتات. هو أفضل الأنواع وأقواها عشان نغطي فيه المظلات. تمام. بتحتاج رعاية من فترة والثانية تقطيع. لا، بس مجرد تقليم للأطراف والأشياء هذه كلها بس. نعم. في مساحة أخيرة أستاذ حميد، نصايحك لكل المزارعين كيف يقدروا يتعاملوا مع مزارعهم والزرع تبعهم خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة؟ دائما احنا نحاول نستخدم الأشياء اللي هي صديقة للبيئة، ونبعد عن موضوع هدر الطاقة بالمبردات وبالأشياء هذه كلها، لأن في التالي
أنت بتخسر الماء، بتخسر حاجات كثيرة. زراعة الأشجار وظل الأشجار في الأماكن هاي تعطي برودة للمكان بشكل عام. فنحاول نكون في ممارساتنا صديقين للبيئة ونبعد عن أي حاجة فيها هدر للطاقة. نعم. الخبيرة الزراعية الأستاذة حميدة الزعابي، شكرا لك وشكرا على كل المعلومات القيمة اللي ذكرتها لنا. شكرا لك. العفو، وشرفتونا في مشتل سارة. شكرا.